من القاهرة ينضم إلينا مراسل غد أحمد مصطفى. أحمد، هل اتضحت ملامح ما قد يتم التوصل إليه بعد اجتماعات اليوم؟ كوثر، ربما في خلال دقائق من الآن يختتم اليوم الأول من اجتماعات الأطراف الليبية التي تضم أعضاء وممثلين من المجلس الأعلى للدولة الليبية وأيضا ممثلين عن مجلس النواب الليبي. الاجتماعات التي كانت بدأت في 10 صباحا بتوقيت القاهرة وافتتحها الوزير عباس كامل وزير مدير مخابرات المصرية العامة، وأكد خلال كلمته على أن مصر تدعم كافة التحركات من أجل حل سلمي شامل للأزمة الليبية. كذلك أيضا كانت هناك كلمة للمبعوثة الخاصة الأمين العام إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، حيث أكدت هي الأخرى على ضرورة أن يكون هناك توافق من خلال هذه الاجتماعات على مخرجات يتم رفعها إلى منتدأ الحوار السياسي الذي اتفق على أن يستأنف عمله في الأول من نوفمبر المقبل في تونس. يعني هناك أيضا العديد من الكلمات سواء لممثل المجلس النواب الليبي أو حتى ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبية إلى جانب رئيس اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، وكل الكلمات في الحقيقة عكست تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الليبيين فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي من الممكن أن تكون عليه الحياة الدستورية في ليبيا في المرحلة المقبلة، وخصوصا في ظل ما يعني تعتزم الأطراف أن تخرج به من مسودة اتفاق يتم رفعها إلى الحوار السياسي في تونس. يعني ما لمسناه من الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع هو حرص شديد على أن يكون هناك توافق بينهم، وبالتالي تعمل القاهرة كما قال الوزير عباس كامل على تذليل كافة العقبات أمام الأطراف الليبية من أجل أن تكون الاجتماعات هادئة وإيجابية. كل ذلك يأتي يعني توازيا مع الجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد، والتي تؤكد أن جميع الأطراف الدولية تسعى باتجاه حل شامل للأزمة في ليبيا. بالنسبة أحمد، اليوم غد هل تم الإعلان ربما عن برنامج جديد لبرنامج عمل اليوم غد؟ نعم كوثر، بالفعل غدا ستستأنف الاجتماعات في تمام الساعة 10 من صباح غد، وسيتم عقد عدة جلسات بين الأطراف الليبية، من بينها جلسة يتم خلالها التباحث حول بعض النظم الدستورية في الدول التي قد تتشابه حالتها مع الحالة الليبية، وسيكون هناك خبراء دستوريين دوليين حاضرين هذه الاجتماعات ليتحدثوا مع الأطراف الليبية عن كيفية العبور من النفق المظلم التي دخلت في ليبيا منذ سنوات طويلة، وحول الأزمة الدستورية التي تعاني منها البلاد في محاولة لإعطاء صورة متكاملة للأطراف الليبية حول يعني ما يمكن أن يكون عليه الدستور البلاد في المرحلة المقبلة من أجل أن تخرج هذه الاجتماعات بتوافقات. نعم. بعد غد أيضا سيكون هناك اجتماع ختامي، وبعده سيكون هناك توصيات سيعلنها المجتمعون، والجميع يأمل أن تكون هذه الاجتماعات يعني تخرج بنتائج إيجابية. نعم أحمد مصطفى مراسل غد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.